رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم تعرف قضيتها تطورات كبيرة، فالطريق صار مفروشا للحجر وراوة للعودة إلى قيادة الكرة الجزائرية، فاسمه أصبح الأقرب في المرحلة المقبلة. الشخصية القيادية التي عرف بها الرجل عبر المرحلة التي تولى فيها رئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم عرفت سيطرة جزائرية على كل الهيئات الرياضية الإقليمية والدولية، فشغل مناصب مهمة على الصعيد الإقليمي، فكان عضوا في المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي ورئيسا للجنة القانونية به، وكان رئيسا لاتحاد شمال إفريقيا، بالإضافة إلى الدور البارز في الاتحاد العربي. كما كانت له أدوار دولية لأنه عمل سابقا في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم ويعرف خبايا الفيفا جيدا. التطورات الحاصلة التي رافقتها تزاير تيب عبر مصادرها خطوة بخطوة أشارت دائما إلى أن كل الظروف المحيطة بالقضية تجعل روراوة الرئيس الأقرب للاتحاد الجزائري لكرة القدم، فانسحاب عمار بهلول من السباق وانضمام زفزاف للداعمين لمحمد روراوة كلها مؤشرات توحي بأن الحاج يلقى الإجماع من الوسط الرياضي، فالجميع يعتبر هذا الرجل الاسم الأنسب في المرحلة الحالية لكونه قادراً على إعادة الهيبة للكرة الجزائرية التي عانت في الماضي القريب من مشكل التسيير وغياب رجل يحمي الخضر من كل ما يحاك في الظلام. روراوة الرجل الذي يملك خصائص قيادية على الصعيد الخارجي لن يختلف على حنكته اثنان، فالتاريخ يشهد له بإنجازات تاريخية على صعيد كأس العالم، وكذلك قانون البهاماس الذي كان له الدور البارز في استقطاب المواهب الجزائرية التي أصبحت اليوم تشكل معالم المنتخب الوطني. والظروف المحيطة اليوم بالاتحاد الإفريقي وكذلك الفيفا تحتاج إلى رجل بوزن الحاج روراوة الذي سيكون لا محالة رجل المرحلة بامتياز. لوزتي هي أقراص مطهرة ومرطبة للحلق تساعد على تخفيف احتقان الحلق والأنف وبنكهات مختلفة، متوفر في الصيدليات ومحلات بيع المستلزمات الطبية. DMCM المتخصص في استيراد المعدات والمستلزمات الطبية والموزع الحصري للمنتجات الصحية لعلامة روزماكس السويسرية. للمزيد من المعلومات اتصل بالرقم التالي أو زور صفحتنا على الفيسبوك